الله فيكي، شكرا. إذن مشاهدينا الآن أدعوكم أو إلى ولاية صعيدة مع الزميلة سارة ساري محمد. نعم أسماء، صباحك سعيد وصباح الخير على كل مشاهدينا الكرام، صباح الخير على كل أولياء الذين أوصلوا تلاميذهم أولادهم إلى مقاعد دراستهم في هذا الصباح. والله هي أجواء جد رائعة، وأنت ترين تلك الابتسامة بين التلاميذ وهم يلتقون مع أصدقائهم، وتلك الأعناق بين أساتذتهم، يعني في هذا السياق ونحن اليوم في أولى أيام دخول المدرسي. تفاصيل أكثر مع السيد والي ولاية صعيدة السيد أحمد بدوح. سيدي صباح الخير ومرحبا. صباحك أسعد ومرحبا بك، شكرا على الاستضافة الكريمة. لقد كانت فرصة طيبة أن أشرفت شخصيا اليوم على افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2022-2023 بهذه المدرسة العريقة، وكان لي شرف الالتقاء بأبنائي وبناتي وكذا أوليائهم الأكارم. لقد وفرت الدولة كافة الظروف التي تتيح تمدرسا هادئا وذا نفع للجميع. شكرا. ممكن بعض التفاصيل حول عدد المؤسسات التربوية، عدد التلاميذ الذين التحقوا لمقاعد الدراسة التحضيري، وعدد التلاميذ المجمل لولاية صعيدة؟ تفضل. شكرا. تضم حاضرة الولاية 112 مدرسة ابتدائية، منها مدرستين سيتم تدشينهما نهار اليوم، 68 متوسطة و30 ثانوية، بإجمالي تلاميذ يقدر ب 115 ألف تلميذ. نعم. اتخذت كافة التدابير والترتيبات لتسليم الهياكل في أجالها. نعم. وهناك تدشينات سوف تتم اليوم، منها متوسطتين، متوسطة في حي عدل ومتوسطة ثانية. عندنا أكثر من 29 حجرة توسعة. عندنا ايضا نامل استلام ثانويه قريبا جدا بمنطقه ترسين. والجديد في الدخول المدرسي هذا العام بالنسبه لولايه صعيده هو اعاده تهيئه واعاده فتح مدرسه كانت مغلقه منذ سنه 1994 بمنطقه خليل. شكرا. إذا هي تفاصيل حول عدد المؤسسات وعدد التلاميذ الذين التحقوا بمقاعد الدراسة في هذا اليوم. ممكن نتكلم حول التحضيرات، كيفاش كانت لهذا الدخول المدرسي؟ وكانت ورشات مفتوحة ولقاءات عديدة، من بينها لقاءات ذات طابع تقني بخصوص تسليم الهياكل والتجهيزات، وكذلك لقاءات ذات طابع إداري مع الجماعة التربوية ومع إدارة مديرية التربية وكافة الفاعلين التربويين لضمان دخول ناجح إن شاء الله. الجديد في هذا الموسم هو تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية لتدريس اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة ابتدائي، وكذلك توزيع اللوحات الرقمية لفائدة أبنائنا التلاميذ. شكرا. ممكن سيد الوالي كلمة أخيرة وتمنيتك للتلاميذ الذين التحقوا بمقاعد الدراسة اليوم؟ أتمنى لأبنائنا وبناتنا التوفيق والسداد، وأنتهز هذه الفرصة لأوجه نداء إلى الجماعة التربوية، أقول لهم عودة ميمونة، وأبناؤنا في ذات أكبادنا التي تمشي على الأرض، هم أمانة بين أيديكم، صونوا الوديعة واحفظوا الأمانة. شكرا لك سيد الوالي على هذه التفاصيل. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه التفاصيل مع سيد والي ولاية صعيدة أحمد بدوح حول الدخول المدرسي، والذي كان موفقا بين التلاميذ وأساتذتهم، وكذلك كل التحضيرات التي كانت يعني قدما وساق لإنجاح هذا الدخول المدرسي ولي يعني إتمام سنة دراسية موفقة. كنا معكم من ولاية صعيدة من مدرسة بربوري عبد القادر. عودة إليك زميلتي أسماء، إلى اللقاء. شكرا جزيلا لك الزميلة سارة ساري محمد ولضيفك الكريم والي ولاية صعيدة، كنت معنا من ولاية صعيدة في نقل الأجواء وتفاصيل الدخول المدرسي من هناك.